السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقطع كلاش أوف كلانز. أول شي خلينا نبلش بالترقيات الرقي. أول شي رح نرقي تسلم شان كلهم يصيروا ماكس. ثاني شي نرقي مدفع برج الساحر. كل شي بالأكسير تقريبا خالصه. أكبر غلطة عاملها إنه المخازن ما لي نرقيهم على الماكس، مثل هذا المخزن اللي في الثلاثة لازم اشتغل عليهم. السور عندي يامني بس بدي مضطر ارقي بالاكسي. وليش ما ارقي بالمعمل؟ لان المعمل كله خاتمه تبع الاكسير. هذا مرقي الشغلات تقريبا بالترتيب. رقي الجولم بدنا ذهب، عشان هيك نروح على المتجر نشتري ذهب. ونرقي برج الساحر مرة تانية. عندي شغلات قوية وعندي كتير شغلات ضعيفة. هحاول أمكس شغلة شغلة. أول شي خلصنا من التمكيس، خلينا نهجم. نشوف مباريات القبيلة اليوم أنا بلشت فيها. أخذت مهمة معارك متعددة اللاعبين، إنه أحصل تدمير 300%، يعني 3 مساحات. مهمة مو كتير صعبة، تعطي 600 نقطة، بحسها مهمة كتير منيحة. هذا تصميم مناسب، كل شي فيه موارد وكل شي. حاول دمر الملكة، دمر الاكسبو كمان. اثنين دفاع جوي، اذا قدرت بالملك والملكة دمر دفاع جوي بصير المسح 100% مضمون. بس هذا حاططهم كتير جوي، بس زي الهجمة انه ما بدها يعني توتر ولا شيء، سهولة تهجم. بس المسك فيها مو مؤقت، مش صعب انها تمسك فيها التشكيلة. التشكيلة كنت عاملها قبل ما كلاش نزل التحديث الجديد تبع انه الجنود ما عاد بدهم مصاري، عاملها لانه رخيصة وكنت بداية التاون هولد 10، عشان هيك هي التشكيلة. اصلا انا تاون هولد 9، زي تاون هولد 9. الهجمة يعني ما فيها كتير مشقة، خصوصا وقت يكون الملوك معك. احيانا في منهم بيحط مثلا دفاع جوي هون، الملك والملكة بتحطهم وبتدمرها. احيانا كنت عادة بحط مفجرين السور، باقيين بالونين بحط 10 مفجرين سو، عشان اشيل اتاكد انه اشيل الدفاع الجوي. بصير مستحيل ما تمسح اذا بس في دفاع جوي واحد. ساتك تاون هولد 9 ما في لا برج نار ولا شيء. اهم شيء تدمر الملكة، اذا ما فيك تدمر الملكة بتغير التصميم احسن. هذا اول مسح، لأنه التصميم تقريبا شبه مات، بس عند الملكة كتير ضعيفة. بس على كل حال كانت راح تموت إلا إذا لفلة 30 التصميم. هيك انتهينا من الهجمة الأولى. دربت جيش، هجمت الهجمة الثانية، بس صار في مشكلة ما تصورت. جبت 59%، التصميم كان تاون هولد 10، بس كان فيه موارد تبع اكسير الاسود. ما هيك ما اخذتهم كله، اخذت بس 3000. ما بعرف شو صار مع النت، هو ما بيأثر. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.